مش هتصور حاجه صعبه. ارجونا بالمواعيد، ارجونا بالمواعيد، والعذور في الحبيب، والعذور في الحبيب، ارجونا بالمواعيد، ارجونا بالمواعيد، والعذور في الحبيب، والعذور في الحبيب. اليوم حنا في لاسمير نضمنا واحد الجمل عام احتجاجي داخل الشركه ديال لاسمير، اللي بعث الاشاره لكل من يهمه الامر بانه هذا الملف ما ماتش وما غاديش يموت، وبان احنا متمسكون به الى اخر المطاف. ونذكر من خلاله القائمين على شؤون البلاد بانه هذه المعلمه الوطنيه لابد ان تسترجع نشاطها الطبيعي وتساهم في انقاذ المغرب من المشاكل التي يتعرض لها اليوم وفي السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر. ومن جهه اخرى نثير الانتباه للاوضاع المزريه ديال الطبقه العامله التي تعيش باقل من 60% ديال الاجور ديالها، وكذلك هي محرومه من الاداء ديال الاشتراكات ديال التقاعد. اذا هذا التجمع اللي قلت درناه اليوم كيجي من بعد واحد السلسله ديال الحوار مع المسؤول القانوني ديال الشركه ديال لاسمير اللي هو السنديك، واللي ما وصلناش فيه النتائج بالنسبه للموضوع ديال القضيه الاجتماعيه. وكذلك هذا الاحتجاج ديالنا كيجي في السياق ديال الاعلان الجديد ديال المحكمه التجاريه التي تؤكد المساعي ديالها من تفويض ديال الاصول ديال الشركه ديال لاسمير. وكذلك هذا الاعلان جاء قدم واحد المجموعه ديال الاجوبه على مجموعه ديال المغالطات اللي كانوا كيروجوها بعض المسؤولين ومنهم بعض الوزراء، اللي كانوا يخيفون ويرعبون المستثمرين بانه اللي غيشري الشركه ديال لاسمير عليه يؤدي ديونها. والحال على انه الاعلان الجديد وكما كان سابقا النت، فهو الاصول ديال الشركه ديال لاسمير تباع مطهره من الديون ومن الخصوم، وبانه الملف ديالنا ديال شركه ديال لاسمير لا علاقه له بالملف ديال التحكيم الدولي اللي هو ملف اللي مفتوح ما بين الدولة المغربية وما بين المستثمر السابق. إذن ولذلك نحن هذا الاحتجاج اللي غيبدي فيه واحد المسلسل ديال الاحتجاجات التي لن تتوقف إلى حين أنه يتحسم هذا المصير ديال الشركة ديال لاسمير، ومن جهة ثانية تمسيع الأجراء بكل حقوقهم لأنهم ضحوا بأكثر من 7 سنوات بهذا التنقيس اللي كانوا في الأجور. واليوم حنا كنطالبوا على أساس أنه الملف يتحسم والاوضاع ديال الطبقه العامله يخصها تتعاد لها الاعتبار. اكيد اليوم حنا كنعيشوا سوق مغلقه وسوق ما فيهاش منافسه حقيقيه. الرجوع ديال شركه سمير سيزعزع التفاهمات اللي كاينه حاليا وسيدفع الاسعار في اتجاه ديال التخفيض، لان غتكون هناك منافسه في السوق حقيقيه عكس التفاهمات اللي كاينه حاليا. واللي اجمل في هذه العمليه هو ان احنا اليوم 22 و 23 كنعيشوا على ايقاع ديال ارتفاع كبير ديال الهوامش او الارباح الناتجه عن العمليه ديال التكرير. اذا هذه المساله هذه ستساهم كذلك في التخفيض ديال الاسعار بالنسبه للمواطنين. كذلك من مجموعه ديال الاجراءات اللي احنا كنطالبوا بها ككونفدراليه ديمقراطيه للشغل، نقول بانه حصحص الحق، المغاربه ما قادينش يشريوا الغاز اكثر من 10 دراهم، والدوله خصها تدير كل الاليات تلغي تحرير ديال الاسعار وترجع للدعم ديال المحروقات باي شكل من الاشكال، لان المساله ماشي غير قضيه محروقات، القضيه ديال التداعيات على كل المواد الاساسيه اللي اليوم المغاربه ما بقاوش قادين على اساس يستمروا في هذه الاسعار اللي كاينه حاليا.